بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياه، وهي بنا نحيا الحياه مع هذه المواضيع الهامه والمفيده جدا. هذه المواضيع تخص بالاخص المملكه العربيه السعوديه، ومنها ايضا خبر جميل للجميع، وهو اغلى قصور المشاهير لنشاهدها في الصور وقيمه هذه القصور. اهلا ومرحبا بكم، اذا كنت اول مره تشاهدنا قناه مصادر الحياه هيا بنا ناحية الحياة، اضغط على زر لايك شير، وقبل كل شيء عليك بالاشتراك وفعل زر التنبيهات حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناتنا مصادر الحياة. وهيا بنا ناحية الحياة مع هذه الاخبار. في البداية نتعرف على الاخبار اللي معانا النهاردة. المتداولون عبر تطبيق الاهلي كابيتال يواجهون مشاكل فنية. والخبر الثاني معانا النهاردة، تكافل تصرف اعانات الفصل الدراسي الاول لقرابة 270 ألف طالب وطالبة. والخبر الرابع معانا النهاردة، هز أرضية في السعودية، تعرف على المكان والأسباب. أما الخبر الترفيهي النهاردة، شاهد أغلى قصور مشاهير العالم، بيل جيتس ب 127 مليون دولار، وإلى النشرة بالتفصيل. والخبر الأول معانا النهاردة بيقول المتداولون عبر تطبيق الأهلي كابيتال يواجهون مشاكل فنية. والخبر بيقول تفاجأ المتداولون عبر تطبيق الأهلي كابيتال صباح اليوم الأحد بخلل فني في التطبيق لم يتمكنوا بسببه من الدخول إلى التطبيق وإتمام عملية التداول ومتابعة الأسهم في محافظهم. وظهرت لعملاء الأهلي كابيتال رسالة خطأ يرجى المحاولة مرة أخرى عند محاولة الدخول على التطبيق أو إرسال أوامر البيع أو الشراء. عبر عدد من المتداولين عبر الأهلي كابيتال عن استيائهم بسبب الخلل التقني والتي تسبب في عجزهم عن إتمام عمليات التداول سواء بالبيع أو الشراء. يذكر أن البنك الأهلي أو الأهلي كابيتال يوفر من خلال منصة التداول خدمات عديدة تهدف إلى تسهيل عملية التداول وأيضا مساعدة المستثمرين في عملية التحليل والرصد والخدمات والتي يقدمها هذه المنصة. هي منها توفير جميع المعلومات الخاصة بالسهم بمجرد الضغط عليه، توفير جميع الرسوم البيانية الخاصة بكل سهم، فرصة فتح عدة محافظ فرعية لنفس العميل، يمكن تفعيل خاصية الإشعارات لسهم معين لمعرفة آخر أخباره، وأيضا خدمة الاستفسار ومحادثة مباشرة مع الخبراء، واخيرا اجراء عمليه الشراء او البيع بشكل مباشر وبخطوه واحده. اما الخبر الثاني النهارده، هو تكافل تصرف اعانات الفصل الدراسي الاول لقرابه 270 الف طالب وطالب. اما الخبر تفصيلا يقول اودعت مؤسسه التكافل الخيريه اعانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي، حيث يتم ايداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين. وشملت إعانات الفصل الدراسي الأول ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 135 مليون ريال، الذي ترغب المؤسسة تخصيصه لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير الأجهزة لهم خلال مبادرة التمكين الرقمي لتعينهم على الدراسة عن بعد. يمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة للطلاب والطالبات للتعليم العام الحالي المحتاجين له في المملكة، وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. تشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم من نهاية العام الدراسي الماضي، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية والمسجلة في وزارة التربية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار، وأيضا وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات. ويذكر أن تكافل الأسبوع الماضي أطلق مبادرة تمكين رقمي برعاية معالي وزير التعليم، وتضمنت توزيع أجهزة
لوحية لطلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة، وأيضا صرف الأسبوع الماضي جائزة تفوق لطالباتها المتفوقين، استفاد منها أكثر من 11,000 طالب وطالب. أما الخبر الثالث النهاردة فهو هز أرضية في السعودية، لنتعرف على المكان والأسباب والتفاصيل. يقول تفاصيل الخبر: هز أرضية في السعودية، وحتى تلك اللحظة لم تصدر الحكومة أي بيان عن الزلزال الذي ضرب محافظة القنفذة في جنوب السعودية. أرجو أن أكون قد نطقتها صح. ولم تصدر أي بيانات بخصوصه. تجدر الإشارة إلى أن هذه الهزة الأرضية ليست المرة الأولى التي تضرب المملكة العربية السعودية وبالتحديد في محافظة القنفذة، وإنما ضربتها العديد من الهزات الأرضية في الأشهر الماضية بسبب وقوعها من نشاط زلزالي متكرر وعلى فترات متباعدة، داعيا المواطنين إلى عدم القلق والخوف. لكن على الجانب الآخر فلم ينتج عن هذا الزلزال أي ضحايا سواء من المواطنين أو أضرار في المباني، وسيتم إجراء اختبار من أجل معرفة قوة الزلزال في الفترة القليلة المقبلة من جانب هيئة المساحة والجيولوجي. أما خبرنا النهاردة وهو لنشاهد أغلى قصور مشاهير العالم، أولها قصر بيل جيتس وثمنه 127 مليون دولار. والمعروف طبعا أن بيل جيتس هو صاحب شركة مايكروسوفت. أما المقدمة البرامج المشهورة الأمريكية أوبرا وينفري وصاحبة برنامج جود مورنينج أمريكا الأشهر على الإطلاق في أمريكا، فتمتلك مقدمة التلفزيون الشهيرة قصر مساحته 65 فدان في كاليفورنيا، تقدر قيمته بحوالي 100 مليون دولار، ويقال أنها اشترت القصر مقابل 50 مليون دولار في عام 2001. ويحتوي على 6 غرف نوم و14 حمام و10 مدافئ ومسرحين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، وقابو وحظيرة وبساتين وملعب تنس وبحيرة وبيت ضيافة ضخمة على مسبح أي حمام سباحة. أما القصر الثالث النهاردة من نصيب بونسي وجايزي، وتمتلك المغنية بونسي وزوجها قصر بلوس أنجلوس يبلغ سعره 88 مليون دولار، يحتوي على منتجع صحي كامل، 4 حمامات سباحة خارجية، ويضم ملعب كرة سلة ومرأبا يتسع ل 15 سيارة يعني جراج، وسكنا للموظفين. أما القصر الرابع فيمتلكه براد بيت وأنجلينا جولي، ودفع براد بيت وأنجلينا جولي خلال زواجهم حوالي 67 مليون دولار مقابل شراء قصر في جنوب فرنسا مساحته 1200 فدان ويضم 35 غرفة. يذكر أن زوجان تشاجرا عند انفصالهم عام 2016 حول من يحصل على القصر بعد الطلاق، يعني بيقسموا لو حصل طلاق هيحصل فيه ايه. اما قصر كيم كارديشيان وكاتي ويست وكاني ويست، طبعا كلف قصر كيم كارديشيان 20 مليون دولار، سعره وصل الان 60 مليون بعد تجديدات التي اجريت عليه. الزوجان اشترى القصر عام 2014 بسعر 20 مليون دولار، وانفق عليه 20 مليون دولار لتجديده. والقصر بيشمل مساحة 3 فدان و 8 غرف و 8 مدافئ ومسبحين أي حمامين للسباحة. أما قصر توم كروز فسعر القصر 59 مليون دولار، يقع في تيلورايدا أو تيلورايد وكولورادو ولاية كولورادو، على مساحة هائلة تبلغ 298 فدان، بيطل على الغابات والتلال المترامية الأطراف وسط بلاد للخيول ومهبط طائرات، ويحتوي منزل على 7 غرف نوم وتسع حمامات ومكتبة مخصصة وغرفة استجمام ودار للضيافة. ده كان كل ما لدينا من أخبار لهذا اليوم. وطبعا الخبر الأخير لا يسنيك عن الثناء وقول الحمد لله، فالحمد لله على كل حال، فهذه الدنيا إنما هي ساعات وتنقضي ومتاعها قليل. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق والنجاح. في النهاية بتمنى أنك تكون
دعمتني وعملت لايك شير وايضا فعلت زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على قناتنا مصادر الحياة، وهيا بنا دائما نحيا الحياة بالجد والعمل والتفاؤل والإخلاص والنظر إلى الأمام.